10 شهور وإحنا بنحضر للمهرجان، ما كان خاطر ببالنا إنه الدنيا رح تتغير بفعل الظروف. بالحجر الناس حضرت أفلام، طلعت من الواقع، عاشت قصص وحكايات ليمتعوا قلبهم وعقلهم. وبالرغم من هالظرف، قصص انكتبت، أفلام انعملت، وموسيقى انلعبت. هدف مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم هو تعزيز وتطوير سينما عربية تعكس إبداع وبتحاكي قضايا المجتمع. أما ميزته فهي تسليط الضوء على كتير من المواهب اللي مشاركة بصناعة الأفلام. في الدورة الافتتاحية لمهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، ما بنقدر ننسى أيقونة الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية إنيو موريكوني اللي تركنا الشهر الماضي. موسيقته رح تضل عايشة بقلبنا، رح تضل عايشة فينا، واللي رح تحييها هلأ المجموعة الأردنية الموسيقية. Thank you.
Good evening, everyone. I am very glad and proud that the Amman International Film Festival decided to pay tribute to the artistic genius of Ennio Morricone. Through his film scores, Maestro Morricone contributed greatly to spreading and strengthening the prestige of Italy in the world. But more importantly, he was able to elicit profound emotions from people with his unique notes. His composition will remain forever engraved in the history of music and cinema, as well as in our hearts. بدت صناعة السينما بالأردن بآخر الخمسينات، وقديش عمان كانت صغيرة بس كان فيها سينمات كتيرة، وكانوا الناس يلبسوا كأنهم رايحين على حفلة مهمة ليحضروا أهم الأفلام والقصص العالمية والعربية والأردنية. نبدأ من أول، 1 2 3 4. بكرة صباحا عشان نطلع جولة سياحية. جولة سياحية فين يا عافية؟ في القدس والبحر الميت عشان أفريقيا على الأماكن الأثرية والدينية. حاجة تضحك، تضحك قوي، البحر الميت. مش رايح، روح لحالك. ليه لا؟ أنا افتكرت إني عجبتك. أوه، أنت ظريف قوي. افتكرت عليك؟ لا أنا. كيف شفتي عمان؟ حلوة كتير، وطبعاً رحبها أكثر لما أتعرف على الناس اللي فيها. مين قدك يا حسني؟ طلعت من الجامعة بشهادة دكتور وعروس لبنانية. شطارة، مش أنا أخوك؟ يا حبيبي ورحت طاير طاير وفوتني، يا حبيبي أو فوتني يا حبيبي، وقلبي حاير حاير. وشو هالموقف؟ فكرتك أذكى من هيك عادة. كل يوم وكل ليلة على هالحالة موسوس. قومي وهبي والبسي أحسن الثياب لنقضي حفلة رائعة. سهرة جميلة يا عاطف. سهرة جميلة بوجودي. حرصاً منها على الإبداع ودعم السينما الأردنية والعربية وعلى إثراء الحراك الفني والثقافي، اسمحوا لي أقدم سمو الأميرة ريم علي رئيسة مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم. يسعدني ويشرفني أن أحتفل معكم بافتتاح الدورة الأولى لمهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم لعام 2020. الهدف من المهرجان دعم وتشجيع صناع الأفلام الأردنيين والعرب الذين يقدمون أعمالهم الأولى، وهذه أول مرة نقيم مهرجاناً سينمائياً عالمياً بهذا الحجم في الأردن. أجبرنا الوضع الحالي على أن نجد طرقاً مبدعة وأن نقدم أحسن ما لدينا كي نحقق رؤية المهرجان، وفي نفس الوقت نلتزم بشروط السلامة العامة. لذلك استحدثنا سينما السيارات لأول مرة في الأردن، كما نستخدم المسرح المكشوف للهيئة الملكية الأردنية للأفلام بعدد أقل من الجمهور. وفي مثل هذا المهرجان السينمائي العربي نتوجه بقلوبنا إلى أهلنا في لبنان وفلسطين، ونحن نعرف تماماً الدور اللبناني والفلسطيني الحضاري العظيم في الثقافة العربية، ونؤكد في هذا المهرجان أهمية سماع الأصوات من كل بلد عربي متضرر من العنف. على الرغم من ذلك، نتمنى أن يكون هذا المهرجان مرحباً به في ظل الظروف الصعبة، وأن يساعد صناع الأفلام الأردنيين والعرب على تحقيق أحلامهم، وأن يعزز صناعة الأفلام في الأردن.
أتوجه بالشكر الجزيل لجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم لحرصه على تشجيع صناعة الأفلام في الأردن، وأتقدم من زوجي الأمير علي بكل الشكر والتقدير، ليس فقط لدعمه للمهرجان بل لتأسيسه الهيئة الملكية الأردنية للأفلام وإيمانه بصناع الأفلام الأردنيين والعرب وبقدرتنا على تطوير ثقافة السينما في المنطقة ودور الأردن كمركز سينمائي على الساحة العالمية. شكراً جزيلاً لصناع الأفلام الذين يستحقون كل الدعم لتكون صناعة الأفلام مورداً ثقافياً واقتصادياً وطنياً مهماً. وشكراً أيضاً للجنة التحكيم والجهات الداعمة ومنها الحكومة والقطاع الخاص الذين حققوا حلم المهرجان وحلم شابات وشباب مبدعين. وأخيراً أتوجه بالشكر الخاص لمديرة المهرجان ندى دوماني وفريق عمله ومجلس إدارة المهرجان وإدارة الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. أتمنى لكم أمسية جميلة ورحلة غنية وممتعة خلال الأيام القادمة. فلينطلق المهرجان. الأفلام العربية رح تتنافس على جائزة السوسن السوداء اللي صممها الفنان التشكيلي الأردني مهند درة. لجان التحكيم لهاي الدورة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية الروائية الطويلة، رئيس اللجنة سردان غلوبوفيتش، وأعضاء اللجنة صبا مبارك وصارم الفاسي الفهري. لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية الوثائقية الطويلة، رئيسة اللجنة أندريا لوكا زيمرمان، وأعضاء اللجنة محمود مساد ونادية كامل. أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية القصيرة، رئيسة اللجنة ميسون باتشاتشي، والأعضاء برانت أندرسون وناجح حسن. أكثر من 700 فيلم تقدموا للمهرجان، كلها أفلام لأول مرة بيتم عرضها في الأردن، إنتاج 2019 و2020، ومعظمهم أول مرة لصناع الأفلام. في التسع أيام الجاي رح يتم عرض 29 فيلم في منطقة العبدلي وعشر أفلام في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بالمسرح المكشوف.
شركائنا اللي آمنوا بهدف المهرجان كتار، واللي بدونهم ما كان صار. نشكرهم جميعاً ومنقدر كل دعمهم، وبالأخص الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، هيئة تنشيط السياحة، وشركة العبدلي للاستثمار والتطوير. وهلأ مع فيلم الافتتاح لميزيغابل البؤساء للمخرج لاجلي. مشاهدة ممتعة ومهرجان سعيد.